فإن دول الخليج وحدها هي التي تمكنت من تطوير هذه التقنية. ربما باسل الموضوع أحيانا يكون في موضوع الاستهلاك وترشيد المياه، ربما هذه من أهم النقاط اللي لازم أنه كمان حنا نوعي فيها. ولكن خلينا كمان نشوف الإمارات وش سوت. الإمارات جعلت من قطاع تحلية المياه وسيلة لتعزيز أمنها المائي وضمان استدامة خدمات المياه. ساعدها على ذلك موقعها المطل على مسطحين مائيين هما الخليج العربي وخليج عمان، إذ يعني تنتج الإمارات تقريبا هذه الفترة ما يعادل 14% من إجمالي الإنتاج العالمي من المياه المحلة. على ساحل الخليج العربي تتواصل الأعمال الإنشائية في أحدث وأضخم مشروع إماراتي لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي وبنظام المنتج المستقل. حسب مخطط الهيئة الاتحادية للكهرباء، يبدأ الإنتاج الفعلي لمحطة أم القيوين في نهاية العام الحالي بطاقة تبلغ 150 مليون غالون يومياً. تعد محطة تحلية المياه في أم القيوين واحدة من عشرات المحطات التي تنتشر في أنحاء الإمارات والتي تعمل على توفير وتوصيل المياه إلى المستهلكين، كما أنها من بين أهم المشاريع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي في الإمارات. إحصائيا هناك يعني محطات تحلية في الإمارات تعلو إحصائيا على الإقليم وحتى على العالم. مجموعة محطات إذا أنت تروح في الإحصائيات الاتحادية بتحصل محطات التحلية في الإمارات اللي هو يعني نسبة السكان ال 10 مليون مقابل 10 مليار، يكون أنت إنتاجك 14% من إنتاج العالمي، ويكون عندك بعض الأدوات المحطات التحلية الأعلى والأجود من كوكب الأرض. ويرتبط قطاع تحلية مياه البحر ارتباطا وثيقا بالطاقة الشمسية، وتؤكد الحكومة الإماراتية رهانها على استخدام تقنيات التناضح العكسي في معظم مشاريعها التي باتت تمثل لها حلا واعدا، حيث تجري تنقية المياه المالحة من خلال أغشية تعتمد على الطاقة الشمسية. وقد أظهرت هذه التقنية حسب خبراء كفاءة في استهلاك الطاقة التي تزيد بمقدار 75% مقارنة بتقنيات التحلية الحرارية المستخدمة حاليا في الدولة. دولة الإمارات بلشنا نشوف أنه بدأت تستخدم الطاقة الشمسية في دولة الطاقة الكهربائية، لأنه هاي المحطات العملاقة تحتاج إلى مصادر طاقة خاصة فيها اللي هي محطات توليد الطاقة الكهربائية. فنلاحظ أنه نشوف أنه بلشت دولة الإمارات تعتمد على الطاقة الشمسية، بلشت بالسنتين الأخيرة دخلت المفاعلات النووية في سبيل الحصول على طاقة نظيفة، طاقة كهربائية نظيفة ممكن أن نستفيد من عندها بمحطات التنفس العكسي. في أبوظبي تشكل نسبة المياه المحلاة 30% من مجموع مصادر المياه على مستوى الإمارة، التي تعمل على إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم بتقنية التناضح العكسي، بينما تمتلك إمارة دبي 3 محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام نفس التقنية. في الإمارات تهدف مشروعات تحلية مياه البحر في مجملها إلى تأمين إمدادات المياه وضمان استدامتها في وقت أصبحت التكنولوجيا عصب التطوير في هذا القطاع، ووسط توسع كبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة. مصطفى سكحال، الحرة، دبي. وللحديث أكثر ينضم إلينا من دبي عدي شفيق، خبير واستشاري تكنولوجيا معالجة المياه. أهلا وسهلا بك سيد عدي. بالبداية لو تقول لنا ما أهمية الاحتفال بيوم المياه العالمي وكيف يمكن الاستفادة من هذا اليوم؟ صباح الخير على الجميع، صباح الخير على المتابعين الكرام. احتفال بيوم المياه العالمي جاء بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، واعتبارا من 22 مارس 1993 تم الاحتفال به عالميا. هو الغاية من عنده هو تسليط الضوء على الحفاظ على مصادر المياه العذبة، الحفاظ على مصادر المياه بشكل عام بالعالم، تسليط الضوء على معدل الاستهلاك العالمي، على كيفية استخدام المياه بشكل عام والمحافظة عليها باعتبارها مصدر أساسي وحيوي لديمومة الحياة. طيب أستاذ عدي، يعني اليوم تحلية المياه هي واحدة من أبرز تقنيات مواجهة الشح والإجهاد المائي، كيف تقرأ التجربة العربية في هذا المجال؟
تقنيات تحلية المياه هي تقنيات تناضح العكسي بشكل عام، تعتمد على مصدر المي. يعني إذا كان مصدر التقنية المستخدمة بتنقية المياه تعتمد على طبيعة مصدر المياه، لكون المنطقة العربية بالغالب تعتمد على مياه البحر، فبالتأكيد راح تعتمد على تقنيات التناقض العكسي أو التقنيات البديلة للتناقض العكسي في تحلية المياه. في عندنا مصادر مياه مالحة، في عندنا مصادر مياه حلوة عذبة نسميها إحنا، بعض البلدان تعتمد على المياه العذبة كالأنهر والمسطحات المائية، دول الخليج إجمالا تعتمد على مياه الخليج العربي وخليج عمان في سبيل الحصول على المياه. بالنتيجة المياه اللي مستخدمة والمحلات في دول الخليج العربي مصدرها الأساسي هو مياه الخليج العربي. بالنتيجة نحتاج إلى تقنيات التناقض العكسي اللي هي التقنيات الأكثر شيوعا بالعالم في تحلية مياه البحر والحصول على المياه الخاصة للشرب أو المياه الخاصة للاستخدامات اليومية الطبيعية. بما أنك ذكرت منطقة الخليج سيد عدي، يعني في منطقة الخليج في هناك تجربة مهمة في مجال تحلية المياه، يعني برأيك هل يرجع هذا لتكلفة هذه التكنولوجيا أو أنه في عوامل أخرى ساعدت بنجاح هذه التجربة؟ لا تزال تقنية التناقض العكسي هي التقنية الأرخص تجاريا على مستوى العالم. بالنتيجة دول الخليج بشكل عام خلينا نقول ما عندها خيار أكثر ملائمة غير خيار التناضح العكسي أو محطات التناقض العكسي، كون مصدر المياه الأساسي عندها تعتمد حوالي 95% على المياه المالحة. بالتالي بلشت دول الخليج وعلى رأس دولة الإمارات في استحداث تقنيات أخرى في سبيل الحصول على مياه محلات وتستغني عن محطات التناقض العكسي، لكن هذه التقنيات البديلة تقنيات تحتاج مصادر طاقة عالية، كلفة إنتاج المتر المكعب فيها 4 أو 5 أضعاف كلفة إنتاج المتر المكعب اللي نستخدم به تقنيات التناقض العكسي. وبالتالي اشتغلت الحكومات هذه على تطوير مصادر الطاقة لمحطات التناقض العكسي، كونها المحطات الأكثر شيوعاً والأكثر فائدة بموضوع تحلية مياه البحر والحصول على المياه الصالحة للشرب. طيب أين المستقبل اليوم في رأيك أستاذ عدي؟ يعني هل هو في تطوير تكنولوجيا تحلية المياه أم أن هناك حلول أخرى ربما تعد بتأمين احتياجات المنطقة العربية في المستقبل؟ اليوم التكنولوجيا متسارعة في كل جوانب الحياة، وبالتأكيد يعني قطاع معالجة المياه إلى حصة عالية جداً بهذه التقنيات. موجودة تقنيات على مستوى العالم كثيرة ومستخدمة كثير من عدد في دولة الإمارات تحديدا، تقنية التقطير الوميضي، تقنية الأغشية متعددة المراحل، هذه كلها تقنيات موجودة لكن كلها في الإنتاج تكون عالية جدا. الآن بلشت الإمارات تحديدا على سبيل المثال استخدام الطاقة النظيفة في سبيل تجهيز المحطات التنافض العكسي بمصادر الطاقة، لأن محطات التناقض العكسي تحتاج إلى استهلاك طاقة عالية، بالنتيجة تحتاج إلى محطات توليد كهرباء، محطات توليد الكهرباء تحتاج إلى بنى أساسية وبنى تحتية مهمة جدا. التقنيات لا تزال على مستوى العالم هي التناقض العكسي هي الأكثر شيوعا والأكثر تطبيقا على الواقع. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار، عفوا كنت معنا من دبي، عدي الشفيق خبير بتقنيات معالجة المياه، شكرا جزيلا لك.